في السباحة، عاد مسؤول الاتحادية الجزائرية لجر البطل العالمي أسامة سحنون إلى أروقة المحاكم من خلال الطعن في قرار تبرئته الصادر عن المحكمة الابتدائية. ويواجه أسامة سحنون صعوبات من قبل الاتحادية الجزائرية منذ إدلائه بتصريحات يحمل فيها الاتحادية مسؤولية التهاون الذي حدث خلال مرحلة التسجيلات الرسمية التي سبقت البطولة العالمية التي أقيمت في بودابست المجرية والتي كادت أن تحول دون مشاركته في البطولة. التقرير لعلي جعفر. مرة أخرى عادت الاتحادية الجزائرية للسباحة لجر البطل الجزائري أسامة سحنون إلى أروقة المحاكم في عز فترة تحضيراته للاستحقاقات القادمة. محطم الأرقام القياسية سيكون مضطرا من جديد لقطع برنامجه التحضيري المكثف بفرنسا لحضور جلسة الاستئناف في قضية تصريحاته بوسائل التواصل الاجتماعي، تصريحات مدعومة بالأدلة حمل فيها سحنون رئيس الاتحادية والمدير الفني الوطني مسؤولية التهاون في تسجيله بالبطولة العالمية بالمجر لحساب سباحين آخرين. الحمد لله، اليوم المحكمة الجزائرية أصدرت حكما بالبراءة تاعي من تهمة القذف على خلفية الدعوى القضائية اللي خذاها ضد الرئيس الفيدرالي الاتحادي حكيم بوكادو والمدير الفني التقني رضا بلتحل، لكن هاد الشخصين قاموا بالاستئناف الحكم مشددا. من الحمد لله كما يقول لك ثقة تاعي تامة وتامة في العدالة، في نزاهة العدالة الجزائرية، وإن شاء الله نجيب حقي إن شاء الله. ما يثير الاستغراب ويحيل على فرضية المؤامرة حسب سحنون هو إصرار مسؤولي الاتحادية على تأجيل الجلسة في مناسبتين اثنتين قبل أن ينتهي الأمر بحكم البراءة بانتفاء الدعوة. ما يؤكد الفرضية هو الاستماتة في تعطيل تدريبات السباح بدل تشجيعه. كل ذلك يحدث في ظل إصرار الاتحادية الفرنسية على ضم البطل الجزائري إلى نخبتها الوطنية بالاصطياد في المياه العكرة. هنا كما راني شون فرنسا pour préparer les prochaines échéances avec l'Algérie. Donc j'ai pas besoin d'avoir des perturbations. ونطلب من السلطات المعنية في الرياضة الجزائرية تقوم بكما يقول لك تحط حد لهاد الشخصين هادو، بس ماهوش واعيين مسؤولية اللي قايمين بها. اللجوء إلى مناشدة وزير الشباب والرياضة الذي سانده في وقت سابق هي الخطوة التي يعول عليها البطل العالمي الجزائري للخروج من الحلقة المفرغة التي أقحم فيها بحسابات ضيقة عطلت برنامجه التحضيري الشاق الذي تتطلبه منافسات المستوى العالي. في انتظار انفراج القضية يظل السؤال مطروحا، هل الحرص على مصلحة الرياضة الجزائرية يقتضي تضييع جوهرة افتقدتها مسابح الجزائر منذ سنوات طوال؟